بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أم درس مغنية أم دوام ديكن بعثة مجرورات ما مصوبات قدان دس مجرورات دكن مجرورات أو اسم كو ت مجرور كرين يعني كسره داخل السرد يا بحرفة جربة جر يا باضافه به با. اف المجرورات او تشتكو مد منصوبات دا كما اف جمع منصوبن مرفوعات جمع مرفوعن مجرورات جمع مجرورن او جي تي شمكي مذكر خير آقل تي جمع كرين بالف تاء شمكي اف مجرورات صفه اسمين اسم مجرور نوري اه اف اسم اسم جي مذكره كي خير عاقله جمع صفه جمع اري صفه مذكره خير عاقل جمعوي بالف تاعك على الضربين اف مجرور سردق قسمه ايه مجرور بالاضافه مجرور باضافه يعني كو اسمك اضافه كرم بالفا او اسم الضاوي نوري كنت مجرور كرم آه بإضافة مجرور ده با. إيه ومجرور بحرف الجر مجرور بحرف الجر يعني جر حرف آه حرف جر داخل لسر اسم دبا واسمه هاني مجرور دكا با. يا وي بإضافة با يجب حرف جر مثال إضافة نحو خلام وزيد دين خلام مضافة زيد مضاف إليه نوري أه أفا اسم ما جبوكو مضافو إليه يا زيدين هاتي مجرور كرين هاتي مجرور بيش بخلامه تا إضافة في خلامه كربال زيدين فا زيد شبو مجرور بو آه. يعني خلامو زيدين وفي دويدا إضافة سر معنى لامية يعني لام مقدرة حرفة جره يعني خلامو لي زيدين أو كي جاي أنا أيوارا قرشي دويدا هما أزيتا يبي بيجن إيكو مضاف يعني مضاف إليه نجنس مضافه به

نوري خاطر مين حديدين هو جنسي ويا سر معنا آه فيبه درب باليومي درب يومي مثلا تتبجي درب في اليومي اري وسير ماغو جو سر آه اسم ما مجرور بيه باضافه زي الدين ما اسم ما تم مجرور كرين يا باضافه يا مجرور بحرفه مثال مجرور بحرفه وصيرت من البصره الى الكوفه از مشيام جبصره تشومبالكوفه اف واي من من البصرة دي من حرف جر بصرة مجرور كري أف إلى الكوفتي إلى حرف جر كوفة مجرور كري أو اسم ما مجرور بحرف جا كإضافة شيء ما يقول اسم تي مجرور بإضافة بلى جو الإضافة على الضربين إضافة لسرد قسمة معنوية إضافة معنوية هي لفظية إضافة لفظي جاية آه. فالمعنوية إضافة معنوي كي جاية أن يكون المضاف خير صفة كمضافة ما نسفت بوكا خلام زيدين أف خلام مضافة صفته يعني اسم فعال اسم مفعول صفة مشابهة، نا اه ومضافه الى معمولها نسيفة ب يعني اسمه فعل ن اسمه ما ومضاف نسيفة مشابه بالمعموله خضابه خلام وزيدين اول خلّام نسيفته يعني اسمه فعل ن اسمه فولا وها اذا فكر بالمعموله خضابه زيد و وذلك وقت شيء مضاف ما نسيفته ومضافه بالمعموله خضابه بأ نوري اه وذلك بأن لا يكون المضاف نسيفته كميساله كمضافه ما خلّام وزيدين أري نحن خلام زيدين أفد شو مجي خلام ن اسم فعلا ن اسم مفعولا إذا في غير بالمعمول يا أخوة أو يكون صفة أري أن يكون صفة مضافة يجي صفة من مضاف به يعني مضافة ما صفة به يعني اسم فعل اسم مفعول صفة مشابهة به أما إلى خير معمولها مضافة بالمعمول معمول يا أخوة نيبه نوري وكاتش نحو مصارع

وجبوكو ومضافة ما وصفاتية أما ناد هي إضافة كرن بالمعمولة خوفا أب مصر نمضاف يعني نمضاف إليه يجب مصارع مضاف إليه مصارع معزوفة يعني مصارع أهلي أري فات فعمنا آه يعني دمك إضافة معنوي مضافة ما نسيفت فاتبة ومضافة بالمعمولة خوفا ب أبي قسمك ويا كمضاف سيفت ب أما نمضاف بال معمولة خضاب وكم صار صالح مصره. آب و مضافة ما ن نأ... ناتی اضافه کن با معمول خضاب. هات و و اضافه معنوي اما بمعنى معنا يا بمعنى به لامه يعني اضافه دو دا اول لامه مقدر به نه خلام زيدين. أو كي و زیدین ابری از زیدی اول مقدر به و یعنی يعني خلام و لی نوره و او اضافه معنوي وهي اما بمعنى اللام يا اما بمعنى اللام نحو خلام زيدين زي يعني خلام لي زيدين او بمعنى مين يا او مين مقدر به نحو خاتم خاتم فضه نوري او يعني خاتم من فضه اصلا اصل فيا كو يعني اف يعني او كو سر معنى منيبه تقاربي وي مضافي بخي مبتدا خاتم وخ... مضاف اليه اصلي ويدا جي خبر به خاتم الخاتم فضه به نوري اه او بمعنى في يجي او مضاف في مقدار به نحو ضرب اليومي او الضرب اليومي او, أو دفيدا يعني ضرب في اليومي اه وذلك شوا شوفا اعتقد كذا كو اضافه يا اوي سر معنى لامين به يا معنى مني به يا في به لأنه إن لم يكن المضاف إليه جنس المضاف أري أنه شأن إن لم يكن المضاف أيرنب مضاف ما يعني إن لم يكن المضاف إليه مضاف إليه جنس المضاف يعني مضاف إليه نجنس فيابة نبرشك فيابة نوري آه كن بيها وايبة بي. ولا ظرفه ومضاف إليه نزرفش مضافة راجي آه فهي بمعنى لامي وجاخي إضافة سر معنى لامي قايدة أفا يعني كو أمبيجن دفيدا إضافة سر معنى لامي ب شوية مضاف إليه نجنس ب نبرشكيج مضافي خو ب نجنس يوي ب نوري و إي دو ديا كو نزرف بجي إضافة سر معنى لامي آه وإن كانت جنس المضافي أي رجاكم مضاف إليهما جنسك جمضافي به وكخاتم في الضتين خاطر چونكي واج في ضد جنسكي پرچكيش خاتم يعني خاتم گستير گستير کا زيف نوري ا آه. كان الجنس المضاف هي بمعنى من وتشغي اضافه سر معنى من هي. وان كان ظرفه غير كوجا ظرف ب فهي بمعنى في وتشغي بمعنى في وك ضرب دربة... ضرب اليومي ابا ضرب واجبكم مضاف اليه اري يعني او ضرب دوه روه دا چه بيه اوه مضافو اليه زرف اجبو مضافه را اضافه لسر معنى فيه يعني ايار كو مضافو اليه پر چكي جزء اكي جو مضافو اليه بسر معنا معنى منه إيه. ايار كو زرف مضا مضافه با يعني مضافو اليه زرف با جبو مضافو اليه سر معنى فيه اه نجنس با نزرف ب سر معنى لامي بله وال واللفظية في إضافة معنوية ما هو إضافة ما يعني والإضافة على الضربين معنوية ولفظية أري إذا الله من معنوي جو واللفظية إضافة لفظية هي أذا إضافة الاسم الفاعل إلى معموله إضافة اسم فاعل كو اسم فاعل ورا إضافة كرم بالمعمول معمول خوا مفعول خوا أجرة تقولن إضافة لفظي وقتش ضاربو زيدين أف ضارب اسم فاعل هاتي إضافة كرم بال اسمك كو أف زيد معمول وجو كو مفعول ويا. أصل في كلامي ضاربن زيد دنة تإضافة كي أري تإضافة ضاربت كي بال تشد كي أو تنوينا داربين جدارة و داربو زيدن بو داربو زيدن نوري آه توي مجرور دكي دار مضاف إليه مجرور دكي داري بو زيدين أصادة جا إضافة لفظي فايدة تخفيف يدي ده التعريف نادة آه شم قيد المفرد هذا تنوين ده بر حسب ده تسنيو جمع ده نون ده رح حسب فايدة تخفيف أبي آه ما يا إضافة لفظية يا إضافة اسم فعل بال معمول إضافة وهي إضافة الاسم الفعلي والصفة المشبهة إلى فعلها أو, أو صفة مشبهة يعني إضافة صفة مشبهة بال نحو حسن الوجه حسن الوجه حسن حسن وجهية يعني صفة المشبهة حسن هاتيه يعني او وجهيه تي اضافه دكي بالفعل حسن الوجه شديد قوتي بو. قوة يعني كف علو قوته شديد قوته نوري كنت إضافة دكي شديد صفة مشبهة تإضافة دكي تشوات به وتنوينا و شديد القوة صعب الفكري صعب الفكر نوري بفي هوايه تي شود اديكي تي اضافه صعبه ديكي باربا صعب اه تي فاي ساده فايده تكسيده ده يجبو صفة مشبهه اضافه هات كرمل فعلي واسم المفعول يا, يا اسم مفعول ورا اضافه كرمل معمول يخفا ده اضافه لفظي اوي يا اسم فعل ورا اضافه كرمل معمول يخفا يا صفه مشبهه ورا اضافه كرمل معمول يخفا يا اسم مفعول ورا اضافه كرمل مفعول يخفا معمول هو اري واسم الى معمول كو اسم المفعول جوار اضافه كرم بال معمول ما لم يسمى فاعله كو فاعله ناض بذكر لم يسمى يعني لم يذكر كو ناض بذكر نحو زيد مؤدب الخضامي أو زيد مبتدا مأدب دبا خبري وي خضامي مضاف اليه يجب مؤدب مؤدب اسم مفعوله أو هاتي اضافه كرم بال معمول يا خو مؤدب نوري اه